السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي يكشف جانبا من تلاعب ميليشيا الحوثي بالاقتصاد الوطني وتعمد إضعافه. فريق الخبراء يؤكد تزويد ميليشيا الحوثي لتنظيم القاعدة بطائرات مسيرة وصواريخ حرارية. العرادة يلتقي وفد لجنة الصليب الأحمر ويدعو لإنجاز صفقة تبادل للأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل. عضو مجلس القيادة يرحب بتوجهات اللجنة الدولية لتوسيع تدخلاتها الإنسانية في المحافظات المحررة. الإفلات من العقاب يضاعف من جرائم الحوثيين بحق الصحفيين في اليمن. ندوة بعنوان لكي لا تموت الحقيقة تطالب بمحاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. تفاصيل الأنباء يتلوها علي عزي. بسم الله الرحمن الرحيم. حمل تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن. وكشف التقرير عن مساع حوثية متكررة لتزوير العملة اليمنية وجوازات السفر، موضحا أن عبثها بالاقتصاد اليمني طال المؤسسات الحكومية التي استغلتها لتمويل أغراضها وأنشطتها العسكرية، بما في ذلك قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتها المسلحة. وعرض التقرير صورا من أنشطة الميليشيا المشبوهة في ميناء الحديدة، وقال إنه كان مركزا لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة كالأسلحة والمخدات ومعدات الاتصالات والمبيدات والعقاقير المحظورة والقطع الأثرية. أكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن أن ميليشيا الحوثي كثفت من تجنيد الفتيات من قبل ما يسمى بالزينبيات الذراع الحوثي النسوي وإدماجهن في صفوفهن عن طريق الاختطاف والتهديد. وقال الخبراء إن عدة تقارير أفادت أنه يتم استغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، بينما تقع أخريات ضحايا للعنف الجنسي. وتناول تقرير الخبراء انتهاكات الميليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين والاحتجازات التعسفية وحالات الإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع واضطهاد الأقليات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. أكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن أن الميليشيا الحوثية زودت تنظيم القاعدة بطائرات مسيرة وصواريخ حرارية. وأوضح تقرير الخبراء أن التحالف الانتهازي بين ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة يتميز بالتعاون في المجالين الأمني والاستخباراتي وبقيام الجماعتين بتوفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما البعض وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولية. وأفاد التقرير أن الجماعتين تنسقان عملياتهما مع بعضهما البعض بشكل مباشر، وأنهما ناقشتا إمكانية أن يقدم تنظيم القاعدة الدعم في الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على أهداف بحرية. إلى ذلك كشف فريق التحقيق الأممي عن قيام جماعة الحوثي بتعزيز علاقتها مع حركة الشباب المجاهدين الصومالية الإرهابية في إطار خططها لتنفيذ هجمات في البحر من الساحل الصومالي من أجل توسيع نطاق منطقة عملياتها ضد خطوط الملاحة الدولية. كشف تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعين للأمم المتحدة عن دخول علاقات التخادم بين تنظيمي الحوثي والقاعدة مرحلة التنسيق العملياتي المشترك ابتداء من مطلع العام الجاري 2024. نتابع.
تنذر تطورات العلاقة بين تنظيمي الحوثي والقاعدة الإرهابيين بمستقبل قاتم لأمن اليمن والمنطقة وانزلاق الأمن البحري والإقليمي إلى مهاو مجهولة. وتمتد تحالفات الإرهاب التي تشكل ميليشيا الحوثي طرفا أساسيا لتشمل تنظيمات داعش وحركة الشباب الصومالية ومختلف جماعات الإرهاب الميليشاوي المتطرف في القارتين الأسيوية والأفريقية. في العام 2015 نفذ تنظيم داعش هجمات خدومة للحوثيين على مساجد العمق الطائفي الاثنى عشري في صنعاء في مركز بدر العلمي وجامعي الحشوش وقبة المهدي. كان ذلك ما يحتاجه الحوثيون في لحظة الصعود الجامح إلى خراب الدولة، ما أقنع دول القرار العالمي بمظلومية الأقلية الطائفية في اليمن وأهمية وجود الحوثيين كشريك موثوق في مكافحة الإرهاب المتطرف. مع تنظيم القاعدة شرع الحوثيون في إطلاق معتقلين من قيادات وعناصر التنظيم فور سيطرتهم على مؤسسات الدولة، وبالتالي التنسيق المبكر صوب توثيق عرى العلاقة تحت الرعاية الإيرانية. شمل ذلك عدم تنفيذ تنظيم القاعدة لأية أنشطة إرهابية داخل محافظات السيطرة الحوثية مقابل تنشيط خلايا القاعدة وعملياتها الإرهابية في المحافظات المحررة، الأمر الذي منح الحوثيين ميزة تفوق في التقييمات الدولية لمكافحة الإرهاب، وهو ما حد بدوره من أي توجه دولي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. وفي محافظة البيضاء أفسح تنظيم القاعدة المجال أمام توغل الحوثيين، ما كشف عن خيوط الأواصر السوداء بين الكيانين الإرهابيين. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة على ضرورة تركيز الشركاء الإنسانيين على تنفيذ المشاريع المستدامة ذات الطابع التنموي والتي تخفف من معاناة المواطنين وتساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي. وبحث اللواء العرادة مع رئيس عمليات بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فيريا رادي تدخلات ومشاريع اللجنة وسبل تعزيز الشراكة الإنسانية معها. وأشاد اللواء العرادة بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمليات تبادل الأسرى التي جرت في اليمن خلال السنوات الماضية، ودعاها إلى الاضطلاع بدور أكبر لاستكمال إنجاز صفقة تبادل جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل، بالإضافة إلى زيارة فريق الصليب الأحمر للمعتقلين في سجون الحوثي والاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية والصحية وتقديم الدعم اللازم لهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. ورحب عضو مجلس القيادة بتوجيهات وتوجهات اللجنة الدولية للصليب الأحمر توسيع تدخلاتها الإنسانية في المحافظات المحررة بشكل عام وفي محافظة مأرب بشكل خاص، كونها تستوعب أكثر من 60% من النازحين في بلادنا. تكشف المحصلات السنوية عن ارتفاع معدلات الإجرام الحوثي بحق الصحفيين في مناطق سيطرة الميليشيا المسلحة التي يحفزها ضمان الإفلات من العقاب على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة. متابعة. يحل اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في ظل تصاعد معدلات الانتهاكات الحوثية بحق الصحفيين ونشطاء الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أحدث تقاريرها قالت نقابة الصحفيين اليمنيين أن الصحفيين اليمنيين تعرضوا لقرابة 1700 حالة انتهاك منذ بداية الحرب، تصدر الحوثيون قائمة مرتكبيها. وفي النصف الأول من العام الجاري رصدت النقابة أكثر من 40 حالة انتهاك بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، وتعكس هذه الأرقام مؤشرا تصاعديا في منحنى الانتهاكات الحوثية ضد الإعلام قياسا بذات الفترات من السنوات الماضية. ومنذ أواخر سبتمبر أيلول الماضي صعدت ميليشيا الحوثي من انتهاكاتها بحق الصحفيين الذين اعتقلت العشرات منهم بتهمة الاحتفال بالعيد الوطني 61 والكتابة عنه. ولا يزال صحفيون يقبعون في سجون الحوثيين منذ عام النكبة 2014 بينهم مخفيين قسرا لا تعلم عنهم أسرهم شيئا.
ومن الانتهاكات الحوثية بحق الصحفيين استخدامهم دروعا بشرية وإطلاق أوامر إعدام ضد أربعة منهم والقتل تحت التعذيب والاعتداء بالضرب عبر عصابات من البلاطجة التابعين للميليشيا. كما أطلق مسلحون حوثيون النار على أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين محمد شبيطة وأودوا بحياة اثنين من أقربائه المرافقين. وحتى الآن يعيش مجرمو الانتهاكات بحق الصحفيين الطلقاء في مأمن من العقاب بما يشجعهم على ارتكاب المزيد في بلد تدهورت فيه الحريات الصحفية حد الرثاء. أحيا بيت الصحافة ومؤسسة قرار في تعز اليوم العالمي للإفلات من العقاب تحت عنوان لكي لا تموت الحقيقة، واستهدفت الندوة التعريف بالجرائم الحوثية بحق الصحفيين. نتابع. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013 ميلادية الثاني من نوفمبر بوصفه اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وهم يتعرضون يوميا للترهيب والتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال الغير مبرر حتى القتل. لذا أحيت بيت الصحافة ومؤسسة قرار للإعلام هذا اليوم بندوة تحت عنوان لكي لا تموت الحقيقة. نوجه رسالة للأمم المتحدة والهيئات الدولية بأن أغلب المنتهكين الصحفيين في اليمن كلهم كل من اعتدى عليه تم الإفلات من العقاب، لا يوجد هناك عقاب للذين تم انتهاك حقوقهم. من أبرز ذلك مؤسس هذه المؤسسة كان الصحفي محمد عبد العبسي الذي ظلت قضيته للآن غامضة. أنا كمختطف سابق تعرضت لاختطاف من قبل ميليشيا جماعة الحوثي، بقيت في السجن لمدة 5 سنوات، تعرضت فيها لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والإخفاء القسري. أطالب في هذا اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب بمحاكمة من ارتكبوا الانتهاكات بحق الصحفيين، ولا لشيء سوى أنهم يعبرون عن الرأي والرأي الآخر ويعبرون عن آراء وتطلعات الشعب اليمني. عرفت ميليشيات الحوثي الإرهابية بأنها العدو الأكبر للصحافة والصحفيين والكلمة الحرة، فقد اعتقلت عشرات الصحفيين وأخفتهم قسريا في سجونها ومنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، تصادر حقهم بالحرية والحياة والتعبير. ليتذكر كل صحفي باليمن بأن الميليشيات جعلت زملائهم دروعا بشرية وحكمت على البعض بالإعدام بعد أن اعتبرتهم عدوها الأول، وقتلت عدد منهم وهم يحملون كاميراتهم، لتصل الانتهاكات إلى أكثر من 1700 انتهاك، منها 50 عملية قتل وإغلاق أكثر من 160 مؤسسة ومنشأة إعلامية. ميليشيا الحوثي تمثل أكبر عدو للصحافة والحريات في اليمن عموما، وهي ليست عدوة للصحافة والحريات وإنما هي عدوة للمجتمع وللشعب اليمني بشكل عام. لكن فيما يتعلق بالصحافة والتي تمثل ضمير المجتمع والمدافع عنه والرقيبة على السلطات القائمة فيه، والتي تمثل أيضا تطلعات وأحلام الناس في وجود نزاهة وحوكمة وحكم رشيد ويعني سلطة ديمقراطية تتقبل الناس، لكن هذه الوسيلة أو هذه الأداة الممثلة في الصحافة اليوم أصبحت هي أكبر منتهك ومتضرر. تأتي اليمن بالمرتبة الثانية بحسب مراسلون بلا حدود بانتهاك حق الصحافة والصحفيين والإفلات من العقاب بعد غزة. ففي اليمن ترتكب بحماية ميليشيات إرهابية، وفي غزة بحماية احتلال صهيوني إرهابي، لذا لن تسقط هذه الجرائم بالتقادم. تعهد الصحفي المحرر من سجون ميليشيا الحوثية الإرهابية عبد الخالق عمران بالملاحقة القانونية للقيادات الحوثية المتورطة في جرائم تعذيب الصحفيين، وقال عمران في تدوينة على منصة إكس: لن نسمح لمرتكبي جرائم التعذيب بحق الصحفيين بالإفلات من العقاب. ونشر مع تدوينته صورة تظهر قادة ميليشيا الحوثي المتورطين بجرائم التعذيب بحق الصحفيين في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، وأبرزهم رئيس السجن والوفد الحوثي في مفاوضات الأسرى والمختطفين المدعو بعبد القادر المرتضى ونائبه مراد أبو حسين. وقال عمران: سنستمر ومعنا أحرار العالم في المطالبة بالعدالة ومحاسبة المجرمين الذين تكشفهم هذه الصورة والوثيقة.
ولن نسمح لمرتكبي جرائم التعذيب بحق الصحفيين بالاستمرار والإفلات من العقاب، ما دام في هذا العالم صوت للحق وضمير حي يناضل من أجل العدالة. تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية تغييب الصحفي محمد المياحي في سجونها وسط تكتم شديد ورفض تمكينه من التواصل مع أسرته في ظل مؤشرات على تعرضه للتعذيب. وكان محامي المياحي قد قال في وقت سابق إن ميليشيا الحوثي تواصل إخفاء موكله بشكل قسري وتمنع عنه الاتصال بأسرته رغم مرور شهر على اختطافه من منزله وسط صنعاء. وأوضح المحامي عمار علي ياسين بأن أبواب القضاء موصدة أمامه وبأنه وصل مع النيابة العامة إلى طريق مسدود. من جهتها طالبت نقابة الصحفيين ومنظمات حقوق منظمات حقوقية عدة بالإفراج الفوري عن الصحفي المياحي، وأشارت النقابة إلى أن المياحي يتعرض لإجراءات انتقامية من قبل جماعة الحوثي وحملتها المسؤولية الكاملة عن سلامته. في مسلك يعيد إلى الأذهان ممارسات الأئمة، فرضت ميليشيا الحوثية الإرهابية حصارا على منازل أسرة آل الأحمر في منطقة صوفان بالعاصمة المختطفة صنعاء. وقالت مصادر مطلعة إن ميليشيا الحوثية أمهلت أفراد الأسرة حتى يوم الاثنين المقبل لإخلاء المنازل استعدادا لمصادرتها. تأتي المساعي الحوثية بعد أسابيع من فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على الشيخ حميد الأحمر وعدد من شركاته في الداخل والخارج بذريعة دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني. ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي استغلت ميليشيا الحوثي القضاء الخاضع لها واستخدمته للانتقام السياسي من الخصوم من خلال مصادرة الأموال والممتلكات وتشريد الأسر. وتعد أسرة آل الأحمر من أكثر الأسر والبيوت التجارية اليمنية التي طالتها عمليات النهب والسطو من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. احتفل المئات من أبناء مديرية السدة في محافظة إب خروج عدد من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي على ذمة احتفالهم بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر فرحة المواطنين في الشوارع بمديرية السدة بخروج عدد من المخطوفين بعد شهرين من التغييب الحوثي لهم في السجون. ورفع المواطنون الأعلام الوطنية ورددوا هتافات جمهورية وشعار بالروح بالدم نفديك يا يمن، وأطلقوا الألعاب النارية في سماء المديرية وقرعوا الطبول. وقالت مصادر صحفية إن المخطوفين المحررين هم أمين الأشول، غالب شيزر، عبد الزيادي، عمر سند، وعبد الملك الثعيلي. قال نادي المعلمين اليمنيين إن الأموال التي تجبيها ميليشيا الحوثية من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم لا يستفيد منه المعلمون المنقطعة مرتباتهم منذ 8 سنوات. وأكد النادي في بيان على منصة إكس بأنه لا يستفيد من تلك الأموال سوى لصوص الجماعة، مشيرا إلى أن قطع رواتب التربويين جريمة كبرى واستغلال المواطن تحت مسمى دعم صندوق المعلم والاستحواذ على تلك الأموال جريمة أكبر. أعربت الخارجية اليمنية عن استنكارها لأعمال العنف التي شهدتها عدد من القرى شرق ولاية الجزيرة وسط السودان، وأسفرت عن عدد من الضحايا والمصابين المدنيين وتشريد آخرين في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وقالت الخارجية في بيان بأنها تتابع باهتمام بالغ وقلق شديد مستجدات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة. وأكدت الخارجية على أهمية العودة إلى مفاوضات الحل السلمي وفق إعلان جدة وبما يحقق للشعب السوداني الأمن والاستقرار وسلامة أراضيه. احتفى المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة بمناسبة ذكرى التأسيس وأعياد الثورة اليمنية، وجدد التأكيد على ضرورة توحيد القوى السياسية لاستعادة مؤسسات الدولة ووضع حلول عاجلة للتدهور الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين. متابع. يحتفي الإصلاح بذكرى التأسيس في محافظة المهرة وسط زخم جماهيري كبير، ليعكس هذا الحضور القاعدة الشعبية التي يتمتع بها الحزب في المحافظة
احتفاء حضرته قيادات من السلطة المحلية وشخصيات سياسية ومجتمعية من مختلف المكونات لتشيد بدور الإصلاح الذي تربطه علاقة وطيدة مع الجميع بما يصب في المصلحة العامة للمحافظة. محافظة المارة محافظة الأمن والاستقرار، يجب علينا جميعا أن نبذل الغالي والنفيس لأجل أمنها واستقرارها. فهذه المحافظة بقبائلها وأهلها محافظة أمن واستقرار ومحافظة خير، فيجب علينا التكاتف جميعا مع السلطة المحلية والتكاتف جميع القبائل والأحزاب والمكونات السياسية، نتكاتف جميعا مع السلطة المحلية ممثلة بالشيخ محمد علي ياسر. تجمع اليمن الإصلاح منذ تأسيسه ليكون ناصرا لكل قضايا المواطن في هذا الوطن العزيز، مدافعا عن حقوقهم ومطالبا بإقامة دولة العدل والقانون. ولقد مر تجمعنا بتحديات عظيمة وخاض معارك صعبة، ولكن ما زلنا ثابتين على مبدأ الإصلاح والبناء رغم كل التحديات وحملات الإشاعة والتشويه والتهميش والإقصاء. ومع ذلك تجد الإصلاحيين يغلبون مصلحة الوطن وعدم الالتفات إلى تلك العراقيل، فمصلحة الوطن وتحريره وإفشال الإنقلاب يتحتم علينا وعلى الجميع السير معا نحو تلك الأهداف النبيلة ونحو هدف استعادة الدولة وبناء مؤسساتها وترسيخ العمل السياسي والديمقراطي الشوروي. ويأتي هذا الاحتفال ليجدد الإصلاح عهده بالعمل على وحدة الصف لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب والوقوف إلى جانبه للتخفيف من معاناته والتذكير بنضالات أبطال الثورة اليمنية في سبتمبر وأكتوبر والجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي لا تزال تخوض معركة التحرير، إلى جانب تأكيده على مساندة السلطة المحلية للمحافظة على الأمن والاستقرار. لعبت المرأة الإصلاحية دورا نضاليا في مقاومة ذلك الانقلاب، فهي أم لشهيد أو بنت شهيد أو هي شهيدة أمام ذلك الصرف الكهنوتي، وهي أيضا اليوم مناضلة في كل المجالات السياسية والثقافية وحاضرة في كل المحافل لتعبر عن تطلعاتها وأهدافها في استعادة الدولة ومكانة اليمن وحضورها الدولي والإقليمي. إن دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح في محافظة المهرة قد سعت ومنذ وقت مبكر إلى إكساب المرأة الإصلاحية المهارات والتأهيل لتكون رقماً أساسياً في الحزب، متطلعة نحو أفق مستقبلي لعمل المرأة السياسي وفق النظام الأساسي واللوائح المنظمة. 34 عاماً على تأسيس التجمع اليمني للإصلاح، تزامن مع أعياد الثورة المباركة واستذكار القضية، قضية أمتنا العربية، قضية إسلامية، قضية كل رجل، كل امرأة، كل طفل، كل قيور عربي على هذه القضية التي تجري مجاري العروض. فالإصلاح الذي يكرس جهده للحفاظ على الثوابت الوطنية من جنوب الوطن إلى شماله لم يتناسى ما يمر به الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وما يرافقها من صمت دولي. وإلى جانب ذلك جدد الإصلاح مطالبة المجلس الرئاسي بوضع الحلول العاجلة للتدهور الاقتصادي. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. أكدت قيادات إصلاحية بمحافظة المهرة مواصلة الدفاع عن الثوابت الوطنية وتقدم الصفوف لدحر الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن نحتفل اليوم بذكرى تأسيس الذكرى 34 على تأسيس الإصلاح وكذلك أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر نوفمبر. هذه المناسبات العظيمة التي تذكرنا بتضحيات أبناء اليمن والدماء التي سالت من أجل الحرية والاستقلال، وكذلك لا ننسى تضحيات المرأة اليمنية في هذه الثورات، ثورات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وما زالت المرأة اليمنية قوية شامخة وقادرة على العطاء، ويقع على عاتقها دور كبير جدا مثلها مثل أخيها الرجل. بلا شك أن هذه المناسبات العظيمة
تعني لنا الكثير، خاصة ونحن في ظروف استثنائية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيش اليمن عموما، والذي جاءت الميليشيات الحوثية وانقضت على مؤسسات الدولة وقامت بهذا الانقلاب على هذه المبادئ وعلى هذه القيم. ونحن من خلال هذه المناسبات العظيمة نجدد التأكيد أننا سنقف مجددا في تحقيق أهداف الثورة اليمنية وفي دحر الانقلاب وفي استعادة مؤسسات الدولة. ونحن واثقون من أن أبناء الشعب اليمني عموما سيقفون يدا واحدة وسيتعاونون جميعا من أجل تحقيق هذه الدورة. ونحن في التجمع اليمني للإصلاح نؤكد مجددا وتأكيدنا على أن نكون في أول الصفوف من أجل استعادة الدولة واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء تحتفل التجمع اليمني للإصلاح محافظة المهرة بالذكرى 34 لتأسيس تجمع اليمني للإصلاح، وكذلك أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وهذه الاحتفالات قد قدم فيها الشعب اليمني الغالي والنفيس والتضحيات لكي تسعد اليمن والشعب اليمن بالثورتي 14 أكتوبر. فالحمد لله نحن الآن نعيد هذه الذكرى وكذلك ذكرى الإصلاح، واليوم في محافظة المهرة نعيد هذه الذكرى ونحتفل مع الشعب اليمني بهذه المناسبات العظيمة، ونتمنى من الشعب اليمني أن يعيش حياة ثورية، حياة آمن واستقرار كما تعاهدنا من سابق. نظم طلاب الدفعة 24 من المعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي، وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ بدء دراستهم قبل 9 أشهر، مما زاد من الضغوط المالية عليهم. وناشد الطلاب عددا من المسؤولين بما في ذلك رئيس مجلس القيادة ورئيس الوزراء للتدخل العاجل لحل قضيتهم. وقد أشار الطلاب إلى أن عدم صرف المستحقات المالية أدى إلى تراكم الديون عليهم وزيادة معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. في استلام مستحقاتنا المالية بأثر رجعي لضمان عدم ضياع أي جزء. احنا طلاب المعهد العالي للقضاء الدفعة 24 أتينا إلى هذا المكان إلى أمام المجلس القضاء نطالب رواتبنا المنقطعة عنا مدة أكثر من 10 أشهر. نطالب المجلس، نطالب أيضا وزير العدل، نطالب عميد المعهد أن يفرقوا عن رواتبنا المنقطعة عنا لمدة 10 أشهر. لقد بلغت منا المعاناة ما بلغت، فما يحتاج أن تطيل هذه المعاناة عنا وأن تتأخر. فقد صبرنا أكثر من 10 أشهر وما وجدنا إلا مواعيد ووعود من المجلس ووعود من العميد ووعود من وزير العدل، وإلى حد الآن لم نرى أي شيء من هذه الرواتب. شيعت قبيلة مراد الشيخ عبد رب علي عرفج الأعذل المرادي إلى مقبرة الشهداء بمارب بحضور قيادات اجتماعية ومدنية وعسكرية وحشد من أبناء قبائل مراد. وأشاد المشيعون بمناقب الفقيد وجهوده الكبيرة في مواجهة مشروع الكهنوت الحوثي وانحيازه المبكر لصف الثورة والجمهورية، حيث كان من مؤسسي مطارح مارب ومن أوائل الذين تصدوا للميليشيا حين حاولت اجتياح المحافظة بعد سيطرتها على صنعاء. وحي المشيعون مناقب الشيخ الأعذل ومواقفه الوطنية وإسهاماته الاجتماعية في إصلاح ذات البين وحل المشكلات ووضع حد للخلافات التي تحدث بين القبائل. تودع محافظة مأرب الشخصية الاجتماعية البارزة والقامة الوطنية الكبيرة الشيخ عبد ربه علي عرفج الأعذل المرادي صاحب المواقف الوطنية والرجل الإصلاح الاجتماعي، كانت له مواقف وطنية كبيرة في شتى المواقف التي يتطلبها الوطن، وآخرها انحيازه إلى الجمهورية بعد انقلاب ميليشيا الحوثي 2014، فكان من مؤسسي مطارح مأرب. الأخ عبد ربه علي عرفج رحمه الله الأعذل يعني من الرجال الأوفياء والصادقين الذين يعني وقفوا في يعني الوقفات الصادقة يعني وقت الأزمات الحقيقية يعني ضد العصابة الحوثية.
ورجل يعني له دور يعني في إصلاح ذات البين، رجل يعني وجاهة ورجل اعتبار. سجل مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة تعز أكثر من 4000 إصابة بالملاريا منذ مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن المرض يواصل الانتشار في المحافظة خصوصا في المناطق الريفية. ووفقا لإحصائية لمركز الإعلام والتثقيف الصحي في تعز، فإن عدد حالات الإصابة بالملاريا بلغ في محافظة تعز 4338 حالة منذ مطلع العام الجاري دون رصد أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض. وأوضحت الإحصائية أن مديرية موزع غرب محافظة تعز سجلت أعلى نسبة إصابة بالمرض، حيث شهدت إصابة 1157 شخصا، ثم مديرية المخا ب 867 حالة، وجاءت مديرية مقبنة في المرتبة الثالثة ب 689 حالة إصابة بالملاريا. أقيم في مدينة تريم بمحافظة حضرموت برنامجا تدريبيا لمعلمات المرحلتين الثانوية والأساسية حمل عنوان الإدارة الصفية، قدمه الدكتور علي يسلم أستاذ الإدارة التربوية بجامعة سيئون. البرنامج ينظمه فرع الإصلاح في مديرية تريم تزامنا مع احتفالة الحزب بذكرى التأسيس وأعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وشارك في البرنامج قرابة 200 معلمة. استعرضنا استراتيجية التعليم الفعال وإدارة الوقت وتطوير البيئة التعليمية لتكون أكثر ملائمة وتحفيزا للمعلم والطالب على حد سواء. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي يكشف جانبا من تلاعب ميليشيا الحوثي بالاقتصاد الوطني وتعمد إضعاف. العراق يلتقي وفد لجنة الصليب الأحمر ويدعو لإنجاز صفقة تبادل للأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل يقابل الكل. عضو مجلس القيادة يرحب بتوجهات اللجنة الدولية لتوسيع تدخلاتها الإنسانية في المحافظات المحررة. الإفلات من العقاب يضاعف من جرائم الحوثيين بحق الصحفيين في اليمن. ندوة بعنوان لكي لا تموت الحقيقة تطالب بمحاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.